السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ انا ادي الموجي وده فيديو جديد زي كل يوم سبت. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وشير، فولو على الانستجرام حاطط لكم اللينك في الديسكربشن، وفولو على تويتر حاطط لكم اللينك في الديسكربشن، وفولو على الفيسبوك بيج حاطط لكم اللينك في الديسكربشن، واعمل لايك وكومنت على الفيديو من قبل ما تشوفه عادي، وبعد ما تشوفه اعمل لايك وكومنت تاني، واعمل شير للفيديو على اي حاجة انت بتنزل عليها حاجات. ممكن لو مش ممكن عادي انا مش هتضايق، بس لو ممكن يعني انت مش خسران حاجه، فاهم قصدي؟ نزلت ستوري على انستجرام ونزلت تويت على تويتر، قلت لكم ابعتوا لي فيها فيديوز للكابلز الموجودين في مصر بيعملوا كونتنت، الكابلز المشاهير، ويا ريتني ما عملت كده. فتعالوا نشوف الفيديوهات اللي انتوا بعتوها. اول كابل اللي انتوا بعتينهم لي هم، او اكتر ناس انتوا بعتهم لي هم ياسر وايه، وبصراحه انا عندي تحفظ، انا بحبهم، بس انا عندي مشكله بسيطه معاهم ان احنا خلاص يعني بقالنا كتير قوي، حاسس ان انا دخلت في حياتهم اكتر من اللازم يعني، او هم دخلوني حياتهم اكتر من اللازم، وفي اوقات كتير بحس ان انا مكسوف، اللي هو لو سمحت ممكن تمشوني يعني، ممكن اطلع من الفيديو معلش يعني وحلوها انتوا مع بعض، او مثلا حاجات حلوه بيعملوها فحاسس ان انا يعني سيرد ويل كده قاعد. طب انا استاذن انا بقى، بس بحاول اطلع من الفيديو، هو مش عارف اقفل الفيديو من لحسن يتحرجوا ولا حاجه. 13 واحنا بنكون بيتنا، والنهارده معاد اكتر حاجه كنا متحمسين ليها. بعد ما اخترنا ديزاين الدولاب من شهر، جه اليوم اخيرا اللي هنركبه فيه، ودي ممكن تكون اكتر حاجه ممكن تغير شكل البيت. مستنيين قوي نشوف شكلها في الاوضه هيبقى عامل ازاي. انا بقالي اسبوعين ما بنامش، انا عايز اشوف شكل الدولاب في اوضه ياسر وهي عامل ازاي. طبعا اول حاجه عملناها ان نتاكد ان لون الدولاب هو اللون اللي احنا عايزينه، وده اهم حاجه عشان لازم لونه يكون لايق مع الاتش دي اف. ابتدينا بعد كده نفك الاكياس عشان نبتدي نركب الدولاب. يلا ان احنا لون من فوق وحطينا كل دولاب في مكانه حسب الديزاين اللي احنا عاملينه. ركبنا بعد كده كابلات اللاد في التراك بتاعهم، وصلناهم كلهم ببعض. واحلى حاجه ان بعد ما شغلنا اللاد شكل الدريسنج روم ابتدى يبان فعلا، وبقى شكله حلو بصراحه يعني متحقق يعني، خلاص اهو حلم حياتي بيتحقق. ستيب بعد كده ان ركبنا الدره في الازاز عشان تخلي شكل الدولاب يبقى احلى، وانبسطنا قوي لما شفنا شكل الدريسنج روم وهو قرب يخلص. واهم حاجه عملناها ان الدره كلها كانت سوفت كلوز عشان الازاز ما يكسرش. لو حلفت لك بايه انك تخلي بالك من النقطه دي مش هتصدقني، نفسي كنت نفسي اقول له خليها سوفت كلوز عشان اللي مش سوفت بيزيق. دريسنج روم دي خدت اكتر من يومين عشان تتركب، ودي كانت اكتر حاجه شفت ايه مبسوطه لما عملناها، وده كان الفاينل ريزلت بتاع تحفه 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 تحفه. ماما تعالي شوف الدولاب بتاع ياسر وهي. بعد ما خلصنا الدولاب اخر مره خدنا مقاسات الاوضه ونزلنا نشوف سجاده تليق على الدريسنج روم. يلا يلا ننزل نشوف سجاده. يلا ابتدوا يبعتونا مشاوير معاهم يعني، ابتدوا انت الواحد بس نايم يوم اجازتك وبتاع، لا ياسر وهي رايحين يجيبوا سجاجيد يلا، فاهم؟ بتقوم كده تغسل وشك ومعمص وبتاع ورايح بقى تشوف سجاجيد معاهم ايه، ها طمنونا سجاده تكون عجبانا وتليق على شكل الاوضه. ولقينا السجاده دي كانت شكلها لذيذه قوي بس كان حجمها صغير. انا ماليش ذنب، وبعدين مش عارف اقفل الفيديو، انا بحبكم والله العظيم يعني مش عارف اقفله، بس انا مجبر ان انا اجي معاكم بتشطبوا، وانا والله العظيم مش حمل الحاجات دي وعندي جامعه ومش فاضي. الفيديو اللي بعده بعد ما جبنا معظم الكيتشن وير انا وايه، خلاص في ايه ابيسود 12 والنهارده هنروح نشتري يا عم خلاص. ايه ده انت مش طبيعي، من زمان وانا عايز اعمل بروبوزل، عايز اعمل حاجه لذيذه. قعدت مع انتيكا دوكيومنتري دوكيومنتري عمرو راضي دوكيومنتري بروبوزل عمرو راضي. نتفليكس عامله وثائقي لخطوه عمرو راضي في ان هو يخطب او يتجوز مش عارف فين، بعد ما تخش تبص وراها جماعه لا احنا شايلينها رحله صعود الليله خلصت بروبوز. انا عايز بقى الدنيا دي كلها، بصوا احنا في حفله. عينيا يا ابني انت تؤمر، يا ابني ده انت عمرو راضي. هو ليه انت اللي منزل الفيديو؟ خد تعالى، ده كان كاتب كتاب بس، ولسه ان شاء الله في فرح قريب، ادعوا لنا ربنا يتمم بخير. بيس ايه؟ قول لي بيس. فرح ايه؟ انت يا ابني متجوز اربع مرات، هي نفس البنت متجوز اربع مرات، انت هتحور؟ هو اللي كاتب كتاب؟ انا اعرف لما حد كونتنت كريتور او حد بيعمل حاجه على النت الريتش عنده بيقع، بيروح عامل حاجه من ثلاثه، عامل كونتنت جديد، عامل كولاب، عامل اعلان مثلا بروموشن للبوست او الفيديوهات بتاعته عشان الريتش يعلى. يعني انت كده بيتجوز على طول، الريتش وقع اتجوز. لحد دلوقتي متجوز ثلاثه تقريبا، ومتجوز كل واحده فيهم كذا مره، وفي الاخر يقول لك كاتب كتاب، انت اشتغلنا قد ولا ايه؟ عندي فضول اعرف يورا لما شافت الفيديو عملت ايه؟ كانت في عالم تاني، ده تقريبا الفيديو اللي هو اتقدم لها فيه يعني. يا اسطى اقسم بالله اسمه انفينيتي تاور، وهو ايوه عامة ده مش يارا بس، احنا كلنا لما شفنا الفيديو عملنا كده، كلنا بلا استثناء. انا بقول لك انا عملت كده اول ما شفت الفيديو بصراحة. كانت حاجة لا تحتمل. بدور على قط ولد، عندكم قط ولد؟
في بس ما حدش راضي ياخده. طب ليه؟ بيخربش وبياكل كتير وصوته عالي. انا هاخده. متهزر يعني؟ انا ممكن اطلع لك كل الغلطات. مبدئيا ده مش قط. كل ده مش قط. ده اول غلطة. تاني غلطة في تلاتة خدوا قبلك. حبيبتي افتح شباك انا جاي انا واقف تحت البيت. ده عبد الله التركي فاكر نفسه راح يخطب سيد مشاغب، جاب شماريخ وبتاع وعمل لي فيها كبو يعني. الله ربع فينا. على عيني اشوفك جايه قدامي وابص بعيد، على عيني تفوت بينا الليالي. ايه الريحه دي؟ على عيني اشوفك. في حد تنتهي المواعيد على عيني اقول ان انت ازاي وانا انت ازاي وانا معديها جنبك تعمل الحاجات دي؟ ان الحكايه خلاص عادت. غول مش غول تمثيل، لا غول بس. انا اسف. بهزر بهزر. ايه ما بتهزروش؟ على بعض ازاي؟ اتعرفتوا على بعض ازاي؟ طارق اتعرفتوا على بعض ازاي؟ على بعض ازاي؟ طبق كفته. ايه ياض ده؟ ياض السماجه دي ياض. بطل سماجه يالا، ياض بطل سماجه. قطو لقيته معدي. ايه شط 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 دي طبق كفته. ياض بطل سماجه يا ياض، دمك تقيل. طبق الكفته انا كنت باخد الكفته، لقيت اللي احلى من الكفته. يا بنت انت كمان دمك تقيل. يا لهوي. لقيته كده، عملته كده، لقيته كده. يا عم انتوا ايه؟ ايه تقول الدم ده؟ خطير 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 خطير. اول عشاء مع الخطوبه. سجل سجل يا تاريخ. مبسوط؟ سجل يا تاريخ. مسجل يا تاريخ. انت فاكر نفسك كريستيانو هتخطب جورجينا يالا ولا ايه؟ انت مين يا؟ تيجي نشرب الشربات. اعمل كده. طب بقول لك ايه؟ بيتسلى بيها. هيسيبها. مش هيكملوا. دول ترند. بيحبهاش. يا خرابي. عايزين فرد شبشب كده. ربنا يخليكم لبعض. يا رب يخليكم لبعض. عمري ما احب غيرك. هو ده ايه؟ وانا بفتح تيك توك لقيت عبد الله التركي ميت وفي اللايف وجنون اي دي. عمري ما احب غيرك. عبد الله التركي لما بيجي يموت بيموت كده. على عيني. شيماء العطا روز امسك حوت. عبد الله التركي مات. الكابل اللي بعده معانا دلوقتي كابل جديد وهم كنزي مدبولي و ومش عارف ده كان اسمه ايه، بس هو اسمه حاجه بالسوري. المهم يعني في فرق كبير قوي ما بينهم وبين ايا وياسر. ياسر وايا عمالين مشهورون معاهم ويعملوا حاجات احنا مالناش اي علاقه بيها، بس انت مش قادر تقفل الفيديو. جبت لكم بقى النسخه بتاعت ايا وياسر اللي اول ما بيفتحوا بقهم بتقفل الفيديو على طول. عرف ايه؟ هتعرفي تلعبي بادل ولا لا؟ لو سالت السؤال ده تاني بالمضرب على راسك على طول. ما مش قادر تستحمل. عارف لو الفيديو حلو وحاجه انت مهتم بيها مش هتكمله، مش قادر تستحمل. متاكد؟ عيب يا عم. انا مولوده في مصرينا. مولوده في مضرب والله في هنخسر. يلا يا فرصه يلا ماشي. يلا مش ممكن يا كنزي، ربنا يخليكوا لبعض. النهارده بس يعني؟ قبل كده ما كنتش قمر؟ طب عاجبني لبسك. لا عاجبك لبسي ده ما يفرقش معايا، انا بلبس عشان نفسي مش عشانك يا ذكور يا متحكم. طب بحب يا ابني. والله العظيم يا ابني بتستغلك انت، شكلك مالكش في الحاجات دي وغلبان وعلى نياتك وعلى الله. بص شكلك جميل والله، شكلك ابن ناس وحلو. واخرك اصلا لما كنت امسك الكاميرا كنت بتصور العيال عندكم في مشروع التخرج. حاسس ان انت مجبر على الحاجات دي. انت مش مجبر. قول لا، اقف وقول لا مش هعمل كده يا كنزي. انت كرنج يا كنزي. بهزر بهزر طبعا. لا مش بهزر. ايوه بقى هي دي الحاجات اللي انا بحبها لكنزي مدبولي. الحاجات بقى اللي بتعيط فيها دي بقى دي ده كنت انت انترتيننج بالنسبه لي. صحابي مالهم؟ حاسه ان انا كمان مش هرجع كويسه ابدا مع اهلي. ليه؟ ما اظنش اصلا ان انا فارقه مع اي حد. انا عارفه ان انا فاشله، عمري ما هوصل لحلمي ابدا. انا بس عايزه كل الاصوات اللي في دماغي دي تقف.
اكيد اكيد ربنا يسامحني صح. انا لازم امشي من هنا. انا هبقى كويسه تاني. ايوه هعرف اتبسط تاني. ايوه هعرف اضحك من قلبي. وعد اوعدك. ماما قاعدة في حالها. انا طب يا بنت الحلال امك نايمة في الصالة. امك نايمة في الصالة ومستغطية. انا ليه اكون موجود هنا؟ انا ليه اشوف حاجة زي كده؟ بص عيني امها اللي هو ايه. انا ما في ايه يا بنتي بتعملي ايه؟ ثواني يا ماما بصور ريل وانت نايمة في الصالة. في اقسم بالله نظرة disappointment. انا جبت دي يا رب يا رب انت عالم بحالي يا رب. يا ابني والله العظيم حرام عليك الواد. والله حرام. شوف عامل ازاي. شوف كم سنتي الواد قد ايه. شوف طوله عامل ازاي وعنده كم سنة وبيعمل ايه. اسمك الواد طلع اسمه فراس. هو بصراحة اسمه فراس ده قشطة يعني ممكن يعمل الحاجات دي. شريف انا مش عارفة ايه اللي مزعلك بس ما تسيبني. شريف مين؟ احنا نهزر. مش كان اسمه فراس؟ انا ممكن اعمل لك اي حاجه انت مش متخيل انا بحبك ازاي. طب طالما انت بتحبيني ممكن. ايه ده تتجوزي مذكور ولا ايه؟ فود انت عارفه ان انا مش بطيء صحابك دول ومش برتاح لهم. انا عارفه معاك حق. لو انت فعلا بتحبيني ما تتكلميش معاهم تاني. انا مش بس مش هتكلم معاهم تاني. انا عملت لهم بلوك. انا مش بس مش هتكلم معاهم تاني. انا هخليهم يتفرجوا على فيديوهاتي. انت متخيل يا شريف انا هعذبهم قد ايه عشانك. انا عامل اي حاجه عشانك. انا ما بقتش طايق شغلك ده. انت طول النهار في الشغل سايبه البيت مكركب كده. هو شريف ماله ايه كده؟ شريف بيعاني من حاجه. حاسه مكسور شويه. خلاص يا شريف انا بجد هسيب لك البيت وامشي لو فضل كده. هسيب لك البيت وامشي ولو فضل. يا شريف مالك يا شريف؟ عندك حق. اعتبرني استقلت خلاص. انا ما عنديش اي مشكله باللي انت بتقوله بس هي ماما. بمناسبه ماما انا ما بقتش هو بمناسبه ماما. امشي امشي يا شريف. ما بقتش طايق اسمع صوتك يا شريف ولا طريقتك وانت بتتكلم. وانت كمان يا فراس امشي. الكابل القادم هو كريم ومرمري. احنا لو بقينا اغنياء. ايه ده؟ ده ابو الانوار ده مش. يا جدعان الصور ريحتها فلوس. صور البي ان جي اللينك ريحته مطبعه دولارات. ما شاء الله ما شاء الله. تتفرج عليهم كده وانت بتمزج. تقعد بقى تسمع. عارف بيحطوا ايه مزيكا وهم بيرقصوا وبيحبوا بعض وكده تحفه. بص اوريكم فيديو. بصوا يعني شوف الفيديو تقول يا رب يا رب انا يا رب. قبل ما تسالني اي سؤال من اسئلتك تفتح كده تشوف هما بيتكلموا وتقول يا رب لا على طول. تحدي مين يعرف التاني اكتر. كل واحد فينا جاب حاجات من على السوبر ماركت. اعلان فلوس جاهز. بص يا بابوي دلوقتي عندك. قالت له بص يا بامبوبي. قالت له ايه؟ جاهز؟ جاهز. بص يا بابوي دلوقتي عندك بربوبي او ربروبي حاجه كده بس هو ايا كان الدلع يعني هو مش لاقي على وشه بصراحه. سهل وبسيط. كل مره بتقعد تقول زي كل مره والله. لو جاوبتي على السؤال ده صح هديك الموبايل ده. انت دلوقتي قدامك حتى الموبايل انا ما اعرفش ده ايه. الموبايل ده جاي من ناسا ده ولا الموبايل جاي من تسلا ولا انا مش عارف ايه النوع ده. ده ايه ده الموبايل ده؟ خمس تفاحات. اوكي خدت منهم اتنين. اوكي يبقى معاكي كام واحده؟ ثلاثة يعني. بص انا برضه افهمكم الثيم بتاعهم. يعني هم دول بقى لهم 130 سنه بيعملوا ايه؟ بينزلوا فيديو سؤال ذكاء من على النت عادي جدا. زين ابن اخويا لما بساله السؤال ده هو اصلا ما بيعرفش يتكلم. زين لسه ما بيعرفش ينطق. بيروح عادي ناطق مجاوب الاجابه وراجع يمقمق تاني. كلنا عارفين الاجابات. هي بقى ريم صاحبه مرمري ما بتعرفش تجاوب. هي بقى مش ذكيه غبيه بقى يعني. ده اللي بيضحك. دي حاجه اللي بتضحك. هم طبعا كده بقى لهم 30 سنه. لا هو بيبطل يسال ولا هي بتبطل تتغاب يعني. مفيش اتنين يختلفوا عنها. خمسه شيل اتنين معاك ثلاثه. معلش بقى تعبت مني مش عارفه ايه. وفي واحد معرفش. يا راجل قدامك خمس تفاحات. بقولي قدامك خمس تليفونات. لا خمس. طبعا انا يعني كنت لازم ستوري بقول لهم يا جماعه ابعتوا لي فيديوهات للكوبلز.
اللي بيعملوا كونتنت على النت بعتولي الفيديو ده. قلتها لك من اولها، انا اي حاجة ليك هعملها، ده انا مش هعيش غير ليك قبل ليك انا تعملوش كده تاني. اللي بعد اول رمضان اصوم انا وانت ما فيهاش بقى. طب دول ايه يعني، دول ايه ودول مين و... طب انا اللي فاتت دول شفتهم قبل كده، عدوا قدامي، انتوا مين؟ وبعدين حاسس ان انا شفتك في محل السيراميك قبل كده. انت ايوه انا حاسس ان انا شفتك في محل السيراميك قبل كده، يعني انت مش كنتش بتشتري ولا بتبيع، انت كنت بتشيل. سيد تركي اسمه، سيد تركي هو التركي، عيله التركي متخصصه قبل ذا كونتنت. بص يا سيد، في فلتر بيخلي، بص شكلنا عامل ازاي ده، ايه الاشكال دي؟ الاشكال دي لا ما تقولش كده يا اخي، انت زي القمر والله. حاسس انها هتضربني لو شفتني، انا اسف. بتيجوا ندلع يومنا النهارده، جبنا لكم النهارده منتج مارشميلو بجد. جديد بجد بجد يا حاج، بجد يا طنط، يعني بجد. طب سيبت تقولي على الصغيره، والله العظيم يا طنط، يا طنط شكلك موجهه لغه عربيه يا طنط، عيب. وانت يا حاج شكلك سواق بس مدارس يا اخي، عيب والله العظيم عيب. مارشميلو ايه اللي بتجربوه؟ مارشميلو ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. النت جنن عقول الشباب، جنن عقول ربنا يديكوا طول العمر. ايه اللي انا شفته ده؟ محدش بعت لي حاجه زي كده تاني. حياتي انا وانا اهو وياسر وهي ورايا عايشين حياتهم وانا موجود عافيه، موجود وسطهم عافيه. خرجوني من هنا. انت لسه في قلبنا لو يقعدي من سنة. لعيب كبير، لعيب كبير. صورتك هتفضل في ايه يا بغل يا جاموسه بالراحه. عايزين نسافر ايجيبشن كابلز بارت 1. واحدة بتقول لي اكتر حاجة الشوش بيحبها فيك، هي عارفة ان انا هبقى طفلة. طفلة اكتر حاجة عجباني فيها، بعشق الطفولة اللي جواي، حسك بنتي مش طفلة والله، طفلة حسك بنتي كده، احساسي بيقول ان دي بنتك مش حبيبتك خالص. ايه ده كده؟ الحمد لله الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم. انا كده خلاص خلاص شلت فكره الزواج من 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 الحب عامه من دماغي. اكتبوا لي في الكومنتات اكتر كابل مش عايزينه على وش الارض، واعملوا منشن لوزاره الداخليه، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين الفيديو الجاي يا رب انا ما بقتش حمل ايه. لو انتوا تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب واعملوا شير للفيديو، بطلوا يعني بطلونا تاني بقى، بطلونا تاني، ما تعملوش زي القصه تتفرجوا وتنسوا بس. وبحبكم، مع السلامه.